أطول عازف في مصر.
فارس احلى احمد البحراوي في الدنيا اخيرا يا مارس استاذ الفنان محمود كمان هي ليك يا حوض التاريخ سبحان رب الخلق من كل شيء ايوه يا حبيبي حمص سبحان رب الخلق من كل شيء النعمة والنعمة يا ستات وحشة أهم حاجة كمان ودخول راجلها ويبقى في الغرام ويبقى لعبة في الدجاجيها سحبت صاحي وشلته في الشدة قبل الفرح وكان يقول الشلت قاله الجرح جرحني جرح قوي وعمل معاه فصل أداريه قالي الأصل حمدت صاحبي حوايا وشلته على راسي وانا اللي ياما كتير فضلته على ناس عيشني في حيرة ونار روحني الحلم مرار لو كنت أعرف كده أنا كنت ليك ربنا تعرف تقفى ولحمي تقفى من خيرك من خيرك انا على عشت خدامة تحقق وتقدير اكسر التقدير انا لو فضلت بالصلاة ومبدلش من ايدي اقلل عن اصيل اقلل عن اصيل وثمرت فيا تربيت لحد ما نظبط المقام احنا لا صلحنا مش لحد ما نظبط المقام والنقطه الموسيقيه انس ونور حضره الريس محمود المصري عند فنانين ريس الشيطان الحضري والنجم القدير بهاء الامير النجم القدير بهاء الامير شبيل 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 الاستاذ وائل عبده سلام كيفو الاستاذ وائل عبده يا كل الفنانين شبيل اللي صلى على النبي يا اخي صلى على النبي كلها على اخشاب وعشان الفنانين كتير والسلام يا موفقين واحمد عمرو ومهنا تحيه غاليه جميله عشان سرحان تحيه لسامح وكانوه
ولون مكانه في النبي وحضوره رامي الشعب لسه محترم عم محمد مصطفى فرحة رجال أعمال مصر فرحة رجال أعمال مصر يوم 30/3 مواليد العالمية اللي عنده مكان يقفله واللي عنده رجل يقفله يوم 30/3 الباشا محمد مصطفى الجمهورية واخدة إجازة بقرار من رئيس الجمهورية يوم 30/3 عم عادل جوزة عايز تبقى رئيس عامل الناس كويس متقلقش 30/3 3,500 عم احمد عبد الستار الرجال 13/4 وعم محمد رضا تحيه لاحمد عمرو سلمونا حبيبي صباح الفل عليه فرحه 13/4 والرمالي احمد عمرو احتكم الامر ومسامة يا اكس والمكافح مهلة عدم شكورة يا رب فك الدياه ابو شادية الرجولة اللي في الخزنة الرجولة اللي في الخزنة